بين يناير 2020 ويناير 2024 ارتفع متوسط الأجور في الولايات المتحدة بأكثر من 21%، ومع ذلك انخفض متوسط المدخرات الشخصية بنحو 47%، وأصبحت العديد من الأسر ذات الدخل الكبير تعاني من الديون وفقاً لمنصة المال ماركت واتش. الخبراء يتهمون العادات المالية الخاطئة وخيارات الاستثمار السيئة. اليوم نناقش 5 طرق لتصبح فقيراً. طبعا عليك أن تتجنبها أكيد مع الزميلة سمر المشطة. يسعد صباحك. صباح سمر. الخير. يعني مين يصدق أنه أنا ممكن بممارسات خاطئة أتحول من الغناء إلى الفقر، وهذا شيء صراحة صعب. وكمان أرحب بالدكتورة جيهان، أكيد حتكون معنا عشان نحتاجها ضروري في واحدة من النقاط. نعم. الحالة النفسية. أهلا وسهلا. أهلا فيك. طيب بداية ريم، هو مسألة عدم وضع ميزانية. إحنا كنا تكلمنا في حلقات سابقة عن الميزانية، 50% من مدخلك حتى لو كان راتبك عالي 50% لازم يكون على الضروريات، الأشياء اللي نحتاجها، الكهرباء، المي، المدرسة، الصحة إلى آخره. 30% تكون على أشياء what we want، الأشياء اللي نريدها، حذاء جديد، سيارة جديدة، أشياء فاخرة ممكن، و20% للإدخار. ضروري ضروري يكون عندنا ميزانية للإدخار، لأنه لا سمح الله ما نعرف كيف ينقلب الأمور ونفقد هذه الوظيفة اللي تدر علينا راتب عالي. إحنا هنا نتكلم عن أنا إذا كنت صاحب راتب عالي كيف ممكن أنه ستل يكون عندي دين أو معاناة أو أواجه حالة فقر. بعدين عندنا شيء اسمه نمط الحياة المتضخم أو التضخم في نمط الحياة، اللي هي أنا أصرف تماماً كل اللي يدخل لي. مثلاً السيارات الفاخرة هي من أكبر الفخ اللي يقع فيه هذا الشخص اللي راتبه جيد، يقوم ياخذ مورجج. اول شيء يفكر فيه خلاص انا ابغى الرفاهيه، اذا ابغى سياره فاخره. انا فكرت زي كذا اول، بس صراحه غيرت رايي، قلت لا انا حرام. كمان والله حرام، قبل كم شهر كنت راح اقع في يعني هذا الفخ، حرام اني احط نص مليون في سياره فارهه. ليش يعني فكرت فيها؟ قلت لا صح، المنزل اولى، تاخذين على المنزل اولى، دائما المنزل اولى. فاليوم بعدين لا ننسى السيارات الفاخره اول سنه تفقد 20% من قيمتها، ديبريشن اهتلاك. انت حتى لو طلعتي فيها بس مترين من المعرض فقدت قيمتها، فقدت الكثير من قيمتها. فالسيارات الفاخره ايضا. عندك الفشل في التخطيط والاستثمار. احنا انا خلاص معتمده على الراتب، ما افكر استثمر، ما افكر استثمر باسهم، بذهب، بعقارات مثلا، الاشياء البسيطه اللي ممكن استثمر فيها. دائما انا معتمده على الراتب وقاعده بدون ما افكر بالتقاعد، بدون ما افكر بعدين غد. الوظيفه كلنا replaceable، كلنا قابلين للتغيير. للأسف هناك العديد من الأشخاص يفكرون أنه مع قدوم الأجيال الجديدة، مع قدوم الخبرات من برا أيضا، هناك منافسة شديدة في المنطقة علينا. بالنسبة لنا عندك أيضا السماح للرفاهيات بأن تصبح ضروريات. يعني مثلا أنت تتعودين أنا لازم أروح السبا الفلاني وأستمتع في وقتي. صحيح. مثلا أنه لازم يكون في عندي سبا كل، أو لازم يكون عندي الذهاب إلى المانيكير بديكير والأظافر كل، أو مثلا يكون عندك، أنا كنت حاطة مثال أنه ممكن يكون عندك مثلا، خلينا نفترض القهوة اللي يشتروها جاهزة كل يوم، ببساطة ممكن يعني ما تتخيلين كوب القهوة هذا كم ممكن تسيبين عليه، بدل ما تروحين كل يوم خليها مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع، حتى لو كان راتبك عالي. هذه ميزانية وبادجت في حالها. سمر أكيد حنكمل معك النقاط، يمكن النقطة الأخيرة فيها جانب نفسي آخر. نعم. ولكن كمان خلينا نروح إلى السوشيال ونشوف خبير التدريب والوظيفي عبد الرحمن الذبياني يحدد 4 أسباب مختلفة لتصبح فقيراً. 4 أشياء تجعلك فقير. أولها تنظر فيما عند الآخرين من أرزاق، ثانيها تأجل كل شيء، ثالثها تنام طول الوقت، رابعها والأخير ما عندك طموح وما عندك أهداف. نعم، يعني أكيد حنكمل مع سمر، يمكن اتحمست في الحوار معها. نعم. كمان في جانب نفسي آخر، اللي هو دائما الواحد يشعر بالتقصير تجاه أهله وتجاه أقاربه وتجاه أصدقائه، فتلاقيه ينفق عليهم مثلا هدايا أو ينفق عليهم مال زيادة. هل هذا لها تفسير؟ أنا
انا بصير شخص ناجح في العيله بصير عندي مسؤوليه. مظبوط. وللاسف كمان في بعض الاحيان افراد العائله بيصيروا بيعتمدوا علي على نجاحي، بما انه انت نجحت فلازم تساعد غيرك، فهيدي بيكون ذنب النجاح يسموه. بالضبط، ضريبه النجاح خلينا نقول. فبتصير انت لا لازم انا انفق، ولو ما انفق يعني انا او لو ما ساعد بكون انا بخيل، بكون انا ما برد جميل ابي وامي اللي صرفوا علي واللي تعبوا علي. هي الفكرة. لا مش غلط، بس سوي ميزانيه لك، ما لازم يكون اكستريم، ما لازم يوصل لدرجه تحصل اتكاليه، يعني فيني ساعد بس انه يصير انا كل الضغط علي انا هيك ما بعيش لحالي، بعيش للاخرين، وهيدا الغلط. في وحده بس شغله صغيره كان بدي اقولها وانت عم تحكي، كثير عجبني الاكزامبلز اللي كنت بتعطيها. الفكره الرابعه اللي هي بتصير اللكجري ضروريات، هيدي بالضبط بنسميها احنا الافكت ديدرو. ديدرو هو فيلسوف قديم اكيد سمعتوا عنه. هذا الفيلسوف زمان كان بده يزوج بنته وما كان عنده فلوس ابدا، فما عرفان شو بيعمل، كان بس بيبيع انسيكلوبيديا، عرفت هيدي الموسوعات، فما لقى لوين يبيع وكان بده يجيب فلوس بكل طريقه. فجاه اجت ملكه انجلترا اشترت منه الموسوعه واعطته فلوس كثير، فشو عمل؟ اكيد راح صرف على زواج بنته مبسوط، وراح اشترى لبسه حلوه وشيك وجميله، دخل للبيت قال لبستي هيدي ما بتمشي مع اثاثي هذا، خليني اغير الاثاث، اثاثي هذا ما بيمشي مع الستاير هدول، خليني اغير الستاير، الستاير ما بيمشي. فبلشنا من احتياج صغير وصار الحاجه اكبر انه بين حالي ثري بالفعل. فخسر كل فلوسه بالفعل. وهذه المشكلة إنه أحيانا لما نوصل للأمانة المالي والوظيفي ونشعر إنه خلاص ما عندنا فلوس زائدة والحمد لله وراتبنا بيكفي وزيادة، يعني نبتعد عن إننا نضع ميزانية. أقول ليش أنا أضع ميزانية ما الفلوس موجودة؟ صح. وهنا هنا الفخ الحقيقي، هنا الورطة الحقيقية. مرة شفت دوكيومنتري جميل جدا يقول لك أنت مو المهم إيش قد تدخل، المهم إيش قد يو سيف، إيش قد توفر. بالضبط. لأنه ممكن تدخل مليون تصرف مليون. كمان أريد أحكي شيء عن عقدة الذنب. يعني صراحة مرات مثلا لما أفوت على يعني المرافق العامة في مول أو شيء وأشوف اللي تشتغل أحس بالذنب، تعرفين يعني تحسين بالذنب أنه أنت حياتك أفضل أو أنه حياتك. فهي واحدة من الأشياء اللي تعمل هذا الإنفاق. فهو طبعا لازم نشكر، هذه الطريقة لازم نشكر، لازم نقول يعني we pay back، بس لازم يكون عندنا ميزانية نعرف هذه إيش قد لازم تشكل من مدخولنا الشهري. بالضبط. ولو فتنا الميزانية نوقف بالفعل. صح. هذا هو المهم، الميزانية هي اللي تحكمنا. أشكركم، شكرا لك سمر الماشطة، وشكرا لك دكتورة جيهان لوجودكم معنا اليوم.